سألت التاريخ الأكبر عن صفحة خلد لا يفتر، عن زمن يستغرق فينا رحلة مجد لا يتقهقر. فأجابت مئذنة الدنيا حي على شرفات الأزهر. تقوم صفا معوجا وبقلب السطع هي اللحمة. كفك من غصن الريحان ونثرت بذورا فاجتمعت سرا يطلق الآذان. لك أن معزا شيدك لتشيد أنت الإنسان. ربي، ما هذا؟ إنها رسالة. أنا هند حفيدة الشيخ سليمان المصري، قبلني خارج القصر بعد الغروب لأعطيك الدليل على ذلك. برفق أكثر حتى لا تكسر الخشب أو تشوه الزخرفة. السلام عليكم يا عم يونس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت في طريقك إلى الأزهر؟ نعم، ومررت بك لنذهب معا. أنا؟ أهناك ما يمنع ذهابك؟ كيف أترك العمل وأذهب إلى الأزهر؟ اذهب معه يا بني. والدكان؟ لا تنسى أنك تعمل هنا حتى تنفق على الدراسة في الأزهر، وعليك أن توفق بين العمل وطلب العلم. اذهب وعد بسرعة لأنك ستكمل معي ما بدأناه. لا أصدق ما تخبرني إياه يا معلم. اسمي رضا يا شيخ بكر، صاحب خان. جئت لتعترف أنك بصاص؟ نعم يا سيدي، كنت أتجسس على الناس لصالح محمد بيك أبي الذهب، وأنا من ساعده في القبض على جمجوم المغني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لعله الآن في عداد الموتى. بل حي. وأين هو الآن؟ في سجن سري من سجون علي بيك الكبير. وماذا تريد مني أن أفعل الآن؟ أريد التوبة. وما الذي دفعك إليها؟ ابنتي سمية سقطت في مرض مجهول يبدو أنه بلا شفاء. شعرت بأنه عقاب من الله على أفعالي. هذا ظن خاطئ يا معلم رضا، فالله تعالى يقول في سورة الزمر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا أفهم. يقول الإمام الطبري في تفسيره: إنه لا تأثم آثمة إثم آثمة أخرى غيرها، ولا تؤاخذ إلا بإثم نفسها.
يعلم عز وجل عباده أن على كل نفس ما جنت، وأنها لا تؤاخذ بذنب غيرها، أي أن كل نفس عليها ما جنت فقط ولا تؤاخذ بذنب غيرها؟ هو ذلك، لكن ماذا يضمن أن ترجع في توبتك إذا ما شفيت ابنتك من مرضها؟ لقد عزمت أن أفعل كل ما أستطيع لأخرج جمجوم من السجن. لا يكفي، عليك بالندم على كل ما فعلت من مظالم، وألا تعود إلى التجسس مرة أخرى. هذا عهدي، وهو عهد صادق بيني وبين الله. لو فعلت هذا فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. أين الدليل على أنك هند؟ هذه الرسالة، الرسالة التي كتبها جدي وقمت بتهريبها إلى التاجر مسعود ووصلتني في القاهرة. وما يضمن لي أنك لست بصاصة مصرية ووقعت هذه الرسالة تحت يديك؟ لو كنت كذلك ما كنت لأجهل مكانه. ولما لا تكون مكيدة تدبرون بها سببا تقتلون به الشيخ سليمان؟ أنتم أيها الأتراك لا تحتاجون إلى سبب. أنت تتحدثين مثله، أنت هند التي كان يحكي عنها طوال الوقت. نعم أنا هند، أجبني عن سؤالي، إذا كنت تدين لجدي بأي شيء. أنا أدين له بكل ما وصل إليه عقلي من أفكار وعلوم. ساعدني إذن لأحرره من أسري. هروب الشيخ سليمان صعب. دلني عليه وأنا سأقوم بما يلزم. الأمر ليس بهذه السهولة، فهو سجين في بيته ويقف حارسان على حراسته. لو تمكنت من رؤية البيت سأضع خطة لهروبه. إنهم يمنعون عنه الزيارة، حتى أنا ليس من حقي رؤيته. دع لي هذا الأمر. لو فشلت مغامرتك فسيقتلون جدك ويقتلونك. روحي فداء له. تعجبني شجاعتك يا هند. لا أعرف كيف أشكرك يا يوسف. أنا لم أفعل شيئا يستحق الشكر. بل قدمت لي الكثير. كنت يائسا وأستعد لترك الأزهر وأن أعود إلى قريتي، والآن أواصل الدراسة وأصبح لي أيضا عمل. المهم الآن أن تستعد لامتحان الإجازة في القرآن. لا، هذا أبعد ما يكون. كيف هذا؟ الأمر بين يديك. لقد انقطعت لوقت طويل عن مراجعة القرآن. لدي فكرة تعوض بها ما فاتك. وما هي؟ ستراجع علي 7 أجزاء كل يوم بدلا من 5، وأنا سأراجع عليك حفظي. وبذلك نختصر الوقت، وأيضا سأستفيد من مراجعتك علي. إذن فقد أعجبتك الفكرة. نعم، لكن 7 أجزاء يوميا، هل نقدر على ذلك حقا؟ هل نحن في طريق آمن؟ نعم، لكنها تصل بنا إلى بيت جدك في وقت أطول. يجب أن نصل في أسرع وقت. تعاملي بحذر يا هند، سنصل إلى البيت ليلا حتى لا يرانا أحد. أنا أحرص منك على حياة جدي. يا لك من فتاة حادة. أعتذر أيها الأمير، لا أقصد، لكني تدربت كثيرا من أجل إنقاذ جدي، وأشعر أني اقتربت من هدفي. ما زلت لا أصدق أنك فتاة مصرية ولك كل هذه المهارات. بنات مصر لا يخفن أبدا، وأنا أسعى من أجل هدفي، ولابد أن أصل إليه. هذا ما تعلمته من جدي قبل أن يرحل. أتحبين جدك لهذه الدرجة؟ بيني وبينه رباط وثيق أشعر به رغم بعد المسافات. شيخ أفنى عمره من أجل العلم وتربية حفيدي. وأنا أشهد بهذا، إنه لا يتوقف عن القراءة والكتابة والكلام عن الأزهر، لأنه بيته وفيه يسترد عافيته وروحه. جلوسه بين تلاميذه يشعره بأن له دورا في هذه الحياة. حبه للأزهر لا يعادله حب، ولهذا يجب أن أعود به سالما إلى الأزهر ليراه من جديد. رسالة من المعلم رضا يا سيدي أبا الذهب. أرني يا أمير. أخرج جمجوم من أجل ابنتي يا أمير، وإن لم تفعل فسوف أفضح أسماء كل بصاصينك في القاهرة. اللعين، هكذا تصنع بي؟ خيرا يا سيدي. أغرب عن وجهي. أمرك أمرك. تهددني يا رضا؟
يبدو أنك لا تعرف أبا الذهب. سترى كيف يكون انتقامي. هذا هو بيت الشيخ سليمان. أخيراً، أخيراً وصلت إليه، أخيراً سأراه. هند، لا تندفعي بعاطفة فتسقطي بين أيدي الحراس. اطمئن يا أمير أركان، لن أقدم على أي خطوة قبل أن أعرف كل شيء. الحارس الأول يقف أمام الباب، أما الحارس الثاني يقف إلى جوار النافذة المجاورة لحجرة الشيخ سليمان. والجدار الخلفي؟ سمعت أنهم سدوا نوافذه بالحجارة وكذلك السطح. إذن فالدخول إلى البيت سيكون عبر الباب أو النافذة. كما أن الحارسين شديد اليقظة والمهارة ولديهما أوامر بقتل من يحاول الدخول أو الخروج. سننتظر هنا قليلا حتى أفكر في الخطة المناسبة لدخول البيت. الهمة يا مشايخ، اقترب موعد الاختبار. متى يا شيخ أسامة؟ تتعجل إجازة 30 جزءا يا شيخ يوسف. أحلم بها والله يا شيخنا. بعد غد بإذن الله. من ستختبرون يا شيخ؟ من طلب الاختبار أيها العلامة كل هذه الأشهر ولم تعرف طرق التعليم في الأزهر؟ في الأزهر أنت من يختار الشيخ وتختار العلم وتختار موعد الاختبار. ها، قالها أصغركم. بل أكبرنا يا شيخنا، يوسف الوحيد بيننا الذي يتقدم للإجازة في حفظ القرآن كاملاً. بارك الله فيه وفيكم، لكن تهيأوا، فمولانا شيخ الأزهر محمد الحفني سيحضر الإجازة بنفسه. شيخ الأزهر قد هذا بنفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سجين آخر، هات يدك يا صاحبي. من؟ المعلم رضا؟ جمجوم. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كنت أسعى لفك حبسك، لكن هذا لم يعجب أبا الذهب. ملك أنت ومالي أبي الذهب، إنه حيوان مفترس، أضعت نفسك من أجلي. إنها ليست مكرمة مني يا جمجوم، وإنما تكفير عن ذنبي. ماذا تقصد يا معلم رضا؟ أنا أعمل مع أبي الذهب، بصاص، أتجسس على الناس. إياك أن تكون الذي دبر للقبض عليه. بل هو أنا من ألقى بك في هذا المكان الفظيع. وسمية، أتعمل معك هي الأخرى؟ لا لا لا، لكنها لا تعلم ما حل بي. لماذا؟ هل خطفها أبو الذهب؟ لا، بل هي مريضة منذ أن قبض عليك ولا تشعر بمن حولها. ها، هل وجدت خطة مناسبة؟ سأدخل عبر النافذة. والحارس؟ سأصنع طريقة لجذبه بعيدا عن النافذة. لن يتحرك من مكانه، فهو مدرب جيدا. سنرى. المهم أخبريني بالخطة حتى أنفذها. أنت؟ بكل تأكيد. أم سأجلس هنا أكتفي بمراقبة البيت؟ هذا دور بالغ الأهمية. أنا فارس يا هند. وهو جدي، وأنا أولى به يا أمير أركان. يجب أن أتحرك الآن. جمجوم، منذ أن اعترفت لك وأنت صامت. دعني وشأني يا معلم رضا. أبو الذهب أفسد الناس بذهبه، لم يكن لي اختيار. اصمت يا رجل، يجب أن تكلمني. لقد اعترفت لك لأني أتمنى أن تسامحني. أنا لا أفكر في هذا الأمر. ألا يهمك أنك مسجون؟ المهم عندي سمية، نحن هنا معزولان عن الناس والدنيا. من معها؟ من يرعاها؟ من يخبرنا أنها بخير؟ ألهذا الحد تريد ابنتي؟ طلبت الزواج منها عشرات المرات لكنك رفضت، وفي كل مرة أزداد تعلقا بها. كنت لا أرى إلا فقرك يا جمجوم، أما الآن فلا أرى أمامي إلا الشهامة والرجولة. دعك من الماضي بكل ما فيه، وادعو الله من أجل سمية. ما
من أنت أيها الرجل؟ اخفض صوتك حتى لا يسمعنا الحارس. بل سأصرخ به. لا تخف يا جدي لا تخف، أنا هن. حين زاد الصمت في أرجائها، قد نطقت الحق في وجه العناد. أزهر الحق ينادي إنني في ظلام الجهل نور للهدى. أنا شعب مصر في أزهر الحق ينادي إنني في ظلام الجهل.